أهلا بكم. على خلاف ما أغلن وأمر من رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، خطوة خاطفة أقدم عليها قائلا إنه لن ينصاغ لتهديدات حركة حماس في إشارة للتحذيرات التي أطلقتها الحركة. هذه الخطوة سرعان ما أشعلت ردود فعل محلية وإقليمية ودولية. السلطة والفصائل الفلسطينية رفضتها، فيما نددت بها الدول العربية بما فيها دول اتفاقية إبراهيم للسلام. أما الولايات المتحدة فطالبت الاحتلال مجددا بعدم تغيير الوضع القائم في هذه البقعة المقدسة والحساسة. فماذا تعني خطوة الاقتحام بعد اتخاذها طابعا رسميا؟ ما الرسائل التي تبعث بها الحكومة الصهيونية للفلسطينيين؟ ولماذا حذرت الفصائل الفلسطينية من حرب دينية؟ وفي ملفنا الثاني لعدد اليوم، بعد مرور نحو شهر من التقارب العملياتي بين العسكر والمدنيين في السودان، أعلنت قوى الحرية والتغيير الثلاثاء الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية، مشيرة إلى أن هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد. فهل سيكون 2023 عام التوافق السياسي بالسودان؟ ما فرص تحول الاتفاق المبدئي إلى اتفاق شامل؟ وكيف سيتم التعامل مع المعارضة المتنامية للاتفاق الإطاري؟ أهلا بكم من جديد. بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة، تأتي أول إشارة صريحة لنهجها على يد وزير الأمن الداخلي الجديد وسط انتشار أمني كبير في البلدة القديمة في القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى. اقتحم وزير الأمن الداخلي للحكومة الصهيونية إيتمار بن غفير باحات الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. على عجل ومع سبق الإصرار والترصد، نفذ الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وعده الانتخابي لأنصاره باقتحام المسجد الأقصى بعيد أيام فقط من توليه وزارة الأمن القومي في حكومة الكيان الغاصب. خطوة ما كان ليقدم عليها لولا موافقة ومباركة رأس حربة التطرف بنيامين نتنياهو، الذي حاول تبرئة ساحته وساحة حكومته الهجينة بإعلانه رفض الخطوة ظاهرة. وأن لعاقل أن يصدقه، وبن غفير فعل فعلته تحت حراسة مشددة لم تكن متاحة له قبل الاستوزار. حراسة كشفت وتوقيت الاقتحام بكورة، رهبة كاملة في أفئدة الصهاينة من ردة فعل الفلسطينيين الذين تلقفوا الرسالة جيدا، لعلمهم أن الأمر يتجاوز الاقتحام إلى تأسيس وترسيم مرحلة جديدة من المعركة أضحت فيها غايات اليمين المتطرف في تهويد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ومحو كل ما يمت من رموزه للعروبة والإسلام أهدافا معلنة. فبن غفير اليوم لا يقتصر تمثيله على شخصه وأمثاله من المتعصبين، بل يتعداه إلى كل الكيان الذي خلع كل الأقنعة كاشفا عن وجهه القبيح
قبح فعال ما عاد حتى أوثق حلفائه يتقبلها، إذ عبرت الإدارة الأمريكية صراحة عن معارضتها أي خطوة تستهدف المساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة. موقف قد لا يقدم ولا يؤخر في نظر من يحملون العرب المهرولين للتطبيع مسؤولية صفاقة وعنجهية الكيان المتزايدة، ويعولون كل التعويل على انتفاضة فلسطينية ثالثة لا تختلف سياقاتها الحالية عن سياق سابقتيها، تنهي تضحيات الفلسطينيين فيها مستقبل بن غفير ونتنياهو سياسيا وتلقي بهما إلى مزبلة التاريخ كما فعلت الانتفاضة الثانية قبلهما مع السفاح أريال شارون. عن الموضوع مشاهدينا نرحب بالدكتور علي الأعور خبير في شؤون الاحتلال الصهيوني، أهلا بك الدكتور علي. تحياتي لكم، أسعد الله مساءكم. إذن بداية، ما أثر خطوة اقتحام المسجد الأقصى على الصعيد الأمني بعد اتخاذها طابعا رسميا؟ نعم، بالتأكيد الاقتحامات التي كان يشهدها المسجد الأقصى المبارك من قبل بن غفير وبالتالي جماعته المتطرفة والقوة اليهودية التي يقودها والحزب الذي يقوده واليمين المتطرف الذي يقوده كانت في الماضي تكون بصفة شخصية. كان بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مع جماعته وأنصاره، ولكن هذه المرة يوم أمس بن غفير اقتحم المسجد الأقصى بصفته وزير للأمن القومي في حكومة نتنياهو، وهذا يعني بأنه حصل على الضوء الأخضر من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة. هذا يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية برمتها، وبالتالي ما تحدث به نتنياهو للإعلام لا أساس له من الصحة، لأن بن غفير هو وزير في حكومة نتنياهو. هذا من ناحية، ولكن اسمحي لي زميلتي الكريمة بأن هذا الاقتحام الذي قام به بن غفير يجب أن نركز على التوقيت. بن غفير تسلل إلى المسجد الأقصى المبارك، بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك مثل خفافيش الظلام، جاء في ساعات الفجر الأولى بينما المسلمين والشباب المقدسي غير موجودين في المسجد الأقصى، وبالتالي كان هذا التوقيت هو بتنسيق من المخابرات الإسرائيلية الشباك الذي أوعز إلى بن غفير بأن يكون الاقتحام في الظلام. طيب. خوفاً أولاً من تهديدات حركة حماس وتهديدات المقاومة الفلسطينية، وخوفاً من انتفاضة شعبية عارمة تعم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفلسطين الداخل حيفا ويافا والجليل والنقب. طيب الدكتور الأعور، إلى أي مدى يمثل هذا الاقتحام مقدمة لشرارة غضب داخل فلسطين، بالرغم كما سبق وذكرت من تحذيرات الفصائل الفلسطينية والداخل الفلسطيني لبن غفير؟ نعم، هذه نقطة مهمة على بن غفير أن يتذكر. اقتحام شارون وزيارته الاستفزازية في سبتمبر 2000 والتي ولدت الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية، يعلم بن غفير كم كان هناك ربما مآسي كبيرة على الشارع الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي. على بن غفير أن يتذكر زيارة شارون، وبالتالي هذا الاقتحام الذي قام به بن غفير هو بالتالي يؤكد على مزيد من التصعيد، وربما المنطقة برمتها، ربما تكون هناك انتفاضة عارمة، انتفاضة شعبية في الشارع الفلسطيني، لأن يبدو أن بن غفير لا يعلم ولا يعرف أهمية المسجد الأقصى للعالم الإسلامي والعربي والشعب الفلسطيني. المسجد الأقصى يمثل الهوية الإسلامية لمليار مسلم، المسجد الأقصى يمثل الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. طيب. وبالتالي اقتحام بن غفير سوف يؤدي إلى تصعيد ومزيد من التصعيد. طيب الدكتور أعور علي، ابقى معنا، ونرحب من غزة بالدكتور إبراهيم محمود حبيب، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والإقليمية. أهلا بك دكتور إبراهيم، من وجهة نظرك كيف قرأت هذا الاقتحام لباحة المسجد الأقصى بالرغم من تحذيرات سابقة بعدم تغيير الواقع في المقدسات؟ يبدو أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ذاهبة إلى أبعد حد في سبيل تنفيذ أجندتها التي أعلنتها إبان نيل الثقة من الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس الماضي.
ونتنياهو يعرف تماما أن هذه الحكومة قد تؤدي إلى إشعال نيران كبيرة ليس في القدس وإنما في المنطقة كما أشار ضيفي قبل قليل، لكنه يحتاج بن جفير ويحتاج سموتريتش في هذه الحكومة من أجل تمرير بعض القوانين التي تمنحه الحصانة الدبلوماسية لعدم وضعه في السجن نتيجة لمحاكمته في 3 قضايا فساد. نعم. أضف إلى ذلك أنه يريد أن يستصدر قانونا من الكنيسة الإسرائيلي بمنع الانشقاق لبعض أحزاب الليكود أو أي عضو كنيسة من حزب ينتمي إليه حتى لا يقوم أعضاء الليكود بالانشقاق عنه نظرا لحالة التذمر الشديد التي باتت موجودة في حزبه حزب الليكود نتيجة لتوزيع الحقائب الوزارية بشكل كبير على شركائه الجدد في اليمين المتطرف وإعطاء بعض الحقائب لعناصر محدودة في الليكود. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة قد تكون سائق تفجير في المنطقة إذا تكررت. حاول نتنياهو تخفيف حدة هذه الزيارة من خلال اختلاس بن جفير للوقت ودخولها للمسجد الأقصى كنص في وقت محدود وبعملية تضليل، لأن وضعه كوزير للأمن القومي يختلف تماما عن وضعه كناشط سياسي وكعضو كنيسة في عملية الاقتحامات. لذلك هذه لها دلالات، رأينا ردود فعل دولية ورأينا ردود فعل عربية لكن لم ترتقي إلى مستوى الحدث. إذا تكرر هذا الأمر ربما يكون كما أسلفت فتيل اشتعال لكل المنطقة وليس للقدس وليس للمسجد الأقصى. طيب الدكتور إبراهيم ابقى معنا لإثراء الموضوع أكثر. نرحب من أم فخم بمحمد حسن وتد صحفي مختص بالشأن الصهيوني. أهلا بك الأستاذ محمد حسن، برأيك هل فعلا لا يتغير الوضع القائم في الأقصى خاصة عندما يتحدث الوزير الصهيوني بن غفير ويقول إن القيود المفروضة على اليهوديين في المسجد الأقصى عنصرية ويدعو إلى تغييرها، كيف تفسر ذلك؟ السلام الله عليكم. بداية يعني الوضع القائم ما يسمى الوضع القائم في المسجد الأقصى يعني من وجهة النظر الإسرائيلية لم يتغير، بمعنى الاقتحامات تتواصل على مدار العام وتتصاعد وتتكثف خلال الأعياد اليهودية وهي كثيرة، يعني أكثر من 50 يوم لدى اليهود هناك أعياد، و يعني خلال العام الماضي 2022 نحو 50,000 من المستوطنين اقتحموا الأقصى. يعني إذا ما نظرنا ماذا نتحدث عن ما يسمى الوضع القائم، يعني هذا هو الوضع القائم. لكن الاقتحام هذه المرة الدكتور محمد حسن جاء بصفة رسمية، وكان يعني الاقتحامات يعني هذه المنظمات منظمات ما يسمى منظمات الهيكل أو أعضاء كنيسة من أحزاب اليمين عندما كانت تقتحم الأقصى يعني كانت تقتحم بصفة رسمية سواء حزبية أو سياسية. إذا ما نظرنا هناك وزراء كانوا يقتحمون المسجد الأقصى، قد تكون الذاكرة تكون المجتمع الدولي أو حتى العالم العربي والإسلامي، يعني دائما كانت مثل هذه الاقتحامات. لكن شخص بن غفير يعني هو مسار للجدل، هو يمثل هذا التيار الديني المتطرف الذي يتوغل اليوم في مفاصل الحكم في إسرائيل، ولأول مرة هذا التيار يتواجد في مكان اتخاذ القرار، وهذا التيار يريد بالفعل تغيير الوضع القائم لصالح اليهود، بمعنى بناء كنيس وتقسيم المسجد الأقصى وتحويل ساحات المسجد الأقصى حتى إلى حدائق عامة. بالتوازي مع ذلك يعني هناك يعني مشروع قديم جديد، إقامة مديرية يهودية بالتوازي لمديرية دائرة الأوقاف الإسلامية، وهذا الملف موجود في مكتب نتنياهو، بمعنى أن تكون هناك دائرة أوقاف يهودية تشرف على المسجد الأقصى
وهذا سيكون له تداعيات إقليمية سواء مع الأردن أو حتى مع الدول العربية. طيب. طيب. من ناحية سياسية. طيب الأستاذ محمد، نعم ابقى معنا. نذهب الآن إلى الأستاذ والدكتور إبراهيم محمود خبيب، وفيما قدمه الآن الأستاذ محمد بخصوص هذه الانتهاكات وتداعياتها، برأيك هل هذا سيكون كمقدمة لشرارة غضب عارمة بالأراضي الفلسطينية وحتى على مستوى الدول العربية بهذه الانتهاكات؟ الفصائل الفلسطينية وجهت رسالة تهديد شديدة اللهجة نقلها الوسطاء إلى الجانب الإسرائيلي، بأن الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه عملية الاقتحامات، وأن ما جرى عام 2000 عندما اقتحم المجرم شارون باحات المسجد الأقصى كانت سببا في تفجير انتفاضة الأقصى. أعتقد أن كل بواعث انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية باتت حاضرة، وأن وجود بن غفير وسموتريتش هؤلاء المتطرفين في قيادة الحكومة الإسرائيلية قد يكون معجلا لاندلاع هذه الانتفاضة، وهذا الأمر يمس كل مشاعر المسلمين المسجد الأقصى، ليس للفلسطينيين وحدهم وإنما لكل الشعوب العربية والإسلامية. وبالتالي أعتقد أن كل القيادات العربية والإسلامية يجب أن تقف سدا منيعا تجاه ما يجري من عملية تقسيم حاضرة الآن في المسجد الأقصى وبقوة، وبالتالي ربما يحدث للمسجد الأقصى ما حدث للمسجد الإبراهيمي قبل عقدين أو 3 عقود من الزمان. لذلك أعتقد أن الأمر جد خطير، يتوجب متابعة حثيثة، يتوجب ألا تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وربما بالفعل نكون على أبواب حرب دينية إذا ما استمر هذا المجرم في غيه ولم يكن له راضي حقيقي من قبل القيادة الإسرائيلية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم في الغرب. طيب الدكتور إبراهيم يبقى معنا. الدكتور علي الأهور، بخصوص وعلى إثر ما حدث في المسجد الأقصى بخصوص اقتحام الوزير الصهيوني لباحة المسجد الأقصى، الرئيس الفلسطيني قرر التوجه لمجلس الأمن لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، برأيك هل ستكون هذه الخطوة ذات جدوى؟ أولا، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك هي كانت هدف للجماعات الدينية اليهودية المتطرفة من أجل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير الوضع القائم للستاتس كو في المسجد الأقصى المبارك. ولكن أنا باعتقادي أن التوجه إلى مجلس الأمن هو لن يقدم شيء للشعب الفلسطيني. ربما يكون هناك قرار مثلما تحدث بنيامين نتنياهو، قال هناك قرارات عديدة ربما ضد إسرائيل وآلاف القرارات لم يتم تطبيقها، ولكن أنا باعتقادي أن الشعب الفلسطيني له تجارب كثيرة في هذا المضمار، أي في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو يمثل العقيدة الإسلامية، وهذا ما لم يعرفه بن غفير ونتنياهو. المسجد الأقصى المبارك هو مركز الصراع في الشرق الأوسط. إذا ما حصل هناك أي تغيير في الستاتس كو في المسجد الأقصى المبارك، ستكون هناك انتفاضة شعبية عارمة، وهناك تذكير بزيارة شارون، هناك تذكير 1990 عندما جاءت جماعة الهيكل من أجل بناء ما يسمى بجبل الهيكل الثالث، وبالتالي الشعب الفلسطيني هو القادر على الرد على هذه الاقتحامات، وبالتالي ستكون هناك انتفاضة عارمة أشد من الانتفاضة الثانية، لأن المسجد الأقصى يمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر النبي محمد، وبالتالي هو جزء، هو العقيدة الإسلامية بأكملها، وبالتالي لن يسمح الشعب الفلسطيني بأي سيادة إسرائيلية يهودية متطرفة في هذا المكان المقدس الذي يمثل العقيدة الإسلامية للأمة الإسلامية ويمثل الهوية الإسلامية للمسلمين والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. طيب طيب الأستاذ محمد محسن، ما الرسائل التي تريد الحكومة الصهيونية أن ترسلها من خلال عملية الاقتحام؟ بداية فقط بعض الملاحظات. الانتفاضة الفلسطينية الثالثة يعني هي متواجدة وتتصاعد، يعني نتحدث يعني ميدانيا هناك انتفاضة فلسطينية خلال عام 2000
22 يعني استشهد أكثر من 200 فلسطيني، 170 في الضفة الغربية وفي القدس، يعني هي أعلى حصيلة سجلت منذ الخمس سنوات، وهي عمليات مسلحة يوميا، هناك عمليات مسلحة واشتباكات في الضفة الغربية. بكل ما يتعلق بشخص بن جبير، هو لا يمثل، هو شخصه هو يمثل هذا التيار في المجتمع الإسرائيلي الذي يريد بناء الهيكل. إسرائيل عمليا، إسرائيل الهولة انتهت، التي أسسها بن غوريون انتهت، الإسرائيل الصهيونية القومية. هذه الحكومة تؤسس إلى إسرائيل الدينية، إسرائيل دولة الخلاص للشعب اليهودي، وهذا ما يمثل تيار الصهيونية الدينية الجديدة، وهناك خلافات حتى داخلية. بكل ما يتعلق بالرسالة، يعني الرسالة التي كان تحديدا نتنياهو أن يرسلها للعالم العربي أو تحديدا للفصائل الفلسطينية، وأراد أن يبحث عن صورة انتصار في 2021 في أيار مايو، عندما اندلعت الشرارة الأولى في القدس والعدوان على قطاع غزة وصواريخ غزة المقاومة وصلت إلى القدس. هناك نتنياهو خسر الانتخابات في رمضان في أعقاب الاقتحامات الواسعة. بعث ببن جبير من أجل أن يقول نحن أصحاب السيادة. تم تفريغ المسجد الأقصى من المسلمين من الفلسطينيين، وتسلل بن جبير إلى المسجد الأقصى بمثل هذه المشاهد. قضية المسجد الأقصى، الشعب الفلسطيني يدافع نيابة عن الأمة العربية والأمة الإسلامية. المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين، هم يتواجدون في هذه البلدة المقدسة، والدفاع هو دفاع عن أقدس الأقداس بالنسبة للعرب والمسلمين. طيب الأستاذ محمد، ابقى معنا. الدكتور إبراهيم، هناك محاولات تغيير مستمرة للواقع في المسجد الأقصى، ماذا ستفعل الولايات المتحدة إزاء ذلك، وهي التي طالبت بعدم تغيير الوضع لكن الوضع يتغير؟ في رأيك هل سيكون هناك رد فعل أمريكي حقيقة؟ للأسف الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في هذا الجرم الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية تبدي قلقها، في أحسن الأحوال تدين، لكن أن تتخذ إجراءات على الأرض من شأنها ردع القيادة الإسرائيلية عما تفعل، هذا كلام ليس صحيحا. جزء من العقيدة الأمريكية هو يسعى من خلاله إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، إعادة المسيح المنتظر. هذه للأسف كمان عقيدة عند الولايات المتحدة الأمريكية، عند غلاة البروتستانت المتدينين في القيادات الأمريكية، سواء في الاستخبارات أو في الحزب الجمهوري. هذا جزء من العقيدة الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن ما تقوم به إسرائيل دينيا وسياسيا هو حقها، برغم كل المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. لم نرى من الولايات المتحدة الأمريكية أي فعل. الولايات المتحدة الأمريكية برغم كل المجازر وكل تغيير الوقائع على الأرض، حتى في أبان إدارة أوباما، لم تضغط على إسرائيل ضغطا حقيقيا لوقف إجراءاتها، واستمرت عمليات التهويد على الأرض وفي المسجد الأقصى على قدم وساق إبان إدارة أوباما التي رعت اتفاق السلام، اتفاق أوسلو، من 93 إلى عام 2000. أكبر عملية توسع للاستيطان حدثت في هذه الفترة إبان عملية السلام، أو ما يسمى عملية السلام. لذلك لا نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل شيئا في ظل انشغالها في الحرب الروسية الأوكرانية، وانخراطها أيضا في الصراع الكبير مع الصين الذي قد يتحول في أي لحظة إلى صراع عسكري. طيب طيب الدكتور علي الأهور، لو نعود إلى تحضيرات الفصائل الفلسطينية التي حذرت من نشوب حرب دينية، هل سنشهدها على الأرض، وما مدى خطورة ذلك؟ نعم، الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية لها دور كبير، وهذا ما دفع بن جبير إلى اقتحام المسجد الأقصى في الظلام في ساعات الفجر الأولى. فصائل المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الفصائل الوطنية، كلها هددت بن جبير وهددت وحذرت من تحويل الصراع
في القدس إلى صراع ديني. وبالتالي هذه التحذيرات إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية الشباك أخذوا هذه التهديدات بعين الاعتبار. وبالتالي بن غفير الآن قام بهذا الاقتحام فقط من أجل الإعلام بروبوغاندا أمام مناصريه، أمام اليمين الإسرائيلي، لكي يثبت لمناصريه ما وعدهم في الانتخابات بأنه سوف يقتحم المسجد الأقصى المبارك. ولكن أنا في تقديري بن غفير الآن هو بصفة رسمية وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو لن يقتحم المسجد الأقصى، لا الأسبوع القادم ولا الشهر القادم ولا الشهور القادمة، لأن الإدانات التي تمت من الاتحاد الأوروبي، من الخارجية الأمريكية، من الدول العربية كانت إدانات قوية. وبالتالي كان هناك دور كبير للأردن صاحب الوصاية على المسجد الأقصى المبارك. بن غفير لن يقتحم المسجد الأقصى مرة ثانية، وباعتقادي أن هذا التحذير الذي قدمته فصائل المقاومة له تأثير كبير على الشارع الإسرائيلي وعلى جهاز الشباك الإسرائيلي، وكان له ثماره مما أوعز ونسق مع بن غفير أن يكون الاقتحام في الظلام وفي ساعات الفجر الأولى خوفا من ردة الفعل الفلسطينية. طيب الأستاذ محمد محسن، برأيك كيف ستواجه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حادثة اقتحام المسجد الأقصى؟ يعني بداية منذ العدوان الأخير على قطاع غزة والنصر الذي حققته الفصائل الفلسطينية، يعني بالتسوية ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عبر الوسيط المصري، الفصائل الفلسطينية يعني إجازة التعبير باتت مكبلة، وكأنه لا يوجد من يدافع عن القدس والأقصى إلا غزة المحاصرة منذ 16 عاما. لكن نذكر أن يعني عندما تتطور الأمور تحديدا في القدس وتأخذ هذا المنحى الشعبي والجماهيري والمقاومة الشعبية، يعني لا يمكن أن نتوقع كيف ستتطور أمور المقاومة الفلسطينية سواء في الضفة أو سواء في قطاع غزة. وهذا ما تخشى إسرائيل، يعني إسرائيل تخشى أن يعني أن تنهار هذه التهدئة. ويعني سبق اقتحام بن غفير، يعني الرسائل الشديدة اللهجة التي بعثت بها فصائل المقاومة حماس إلى الوسيط المصري، ويعني بقراءة بين السطور للمواقف الإسرائيلية. يعني هذه التهديدات حماس كانت جدية وفصائل المقاومة كانت جدية. ما يحدث في القدس هو بالحقيقة يعني معركة، بداية معركة دينية وصراع ديني، والفصائل تعي ذلك جيدا. وحتى في إسرائيل، يعني إسرائيل لا يوجد هناك إجماع بكل ما يتعلق بما يحدث تحديدا في المسجد. طيب الأستاذ محمد محسن، التيار العلماني الذي لا يؤمن بهذا الشيء، وهناك التيار الحريدي الذي يعارض الصعود إلى ما يسمى جبل الهيكل. طيب الأستاذ محمد محسن وتد، شكرا لك. شكرا الأستاذ محمد محسن وتد، الصحفي المختص بالشأن الصهيوني. شكرا لك الأستاذ محمد محسن وتد. وينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أهلا بك معنا. ماذا لو أصرت حكومة الاحتلال على سلوكها وموقفها رغم وسائل الضغط عليها؟ ماذا لو لم تنجح هذه الوسائل؟ الأستاذ محمد أو مصطفى الصواف، إذن على ما يبدو الاتصال ليس بعد. إذن الدكتور علي الأعور، نفس السؤال أطرحه عليك، ماذا لو أصرت حكومة الاحتلال على سلوكها وموقفها رغم وسائل الضغط عليها؟ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تصر على هذا السلوك العدواني والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، لأنها تعلم جيدا بأن
أي تغيير في الوضع القائم في القدس هو سيكون شرارة انتفاضة بل ثورة عارمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وربما أيضا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وبالتالي نتنياهو في كل اجتماعاته سواء كانت مع الملك عبدالله أو حتى مع الرئيس المصري السيسي أو حتى كانت مع نتذكر عندما اجتمع بالقيادة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية قال بالحرف الواحد بأن إسرائيل لن تغير الوضع القائم. إسرائيل will not change the status quo إن الحرم الشريف، يعني إسرائيل لن تغير وضع القبو. وبالتالي نتنياهو يعلم جيدا ما مدى أهمية المسجد الأقصى المبارك للشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي والأمة العربية، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، لأن نتنياهو يعلم أي خطوة من هذا القبيل سوف تشعل المنطقة برمتها كما أشرت، وسوف تؤدي إلى ثورة عارمة في داخل الشعب الفلسطيني، وسوف تغير ربما نظام كامل في المنطقة الشرق الأوسط وحتى النظام السياسي في داخل إسرائيل. وللعلم بأن هناك معارضة كبيرة جدا اليوم كانت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك معارضة كبيرة جدا من اليسار الإسرائيلي والعلمانيين أكدوا بأنهم يرفضون خطوة بن جفير وأنها ستؤدي إلى صدمات وتؤدي إلى انتفاضة. طيب الدكتور علي، إذا نرحب بالكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أهلا بك معنا. إذا حادثة اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير الصهيوني بن غفير أثارت ردود فعل محلية إقليمية وحتى دولية، برأيك هل يمكن حصر هذا التصعيد بسبب ردود الفعل العربية والدولية؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولكافة المشاهدين. لا أعتقد أن هذه الإذانات يمكن أن تخفف من حدة الرد الذي يمكن أن يكون من قبل الجانب الفلسطيني، وأعتقد أن الجانب الفلسطيني يعد نفسه لأن الاحتلال هو الذي يحاول التصعيد ويحاول دائما انتهاك كل الأعراف والقوانين الدينية والإنسانية. ولذلك هذا الاقتحام الذي أقدم عليه الإرهابي بن جفير لن يمر بسهولة بكل تأكيد، ولكن للمقاومة سيكون لها رد، وأنا أعتقد أن الرد سيكون في الضفة الغربية أو فلسطين المحتلة من عام 48، لأن هي المكان الأنسب للرد على الاحتلال الصهيوني مع بقاء كل الساحات الفلسطينية على رهبة الاستعداد. على سبيل المثال بالأمس كان هناك حالة من التأهب الكبيرة لدى الكيان الصهيوني باتجاه قطاع غزة، وأيضا قطاع غزة ومقاومتها كانت على رهبة الاستعداد لأي تحرك من قبل الاحتلال. كانت الطائرات في سماء غزة تحوم بشكل مستمر، ولذلك أعتقد أن الأمور تمر بشكل صعب وربما نشهد في الأيام القادمة تصعيدا في أي جبهات. هذا يعود لتقديرات المقاومين والفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. طيب الأستاذ مصطفى الصواف، برأيك ما الرسائل التي أرادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها من خلال هذا الاقتحام؟ يا سيدتي، احنا لو نظرنا الى الاقتحام والفترة التي جرى فيها والكيفية التي تمت والمشهد الذي شهد ظهر به بن جفير بهذا العدد الكبير من جنود الاحتلال وشرطته، وكذلك اتهامه من قبل الصهاينة بانه كان يرتدي درعا، وكل ذلك جاء بعد التشاور مع نتنياهو حول كيفية اقتحام المسجد الأقصى. اقتحمه الساعة 7 في أول النهار ودون وجود أي من المسلمين، وهذا إن أعطى مؤشر يعطي مؤشر بأن هذا الاحتلال أخذ تهديدات المقاومة الفلسطينية في الحسبان، ولذلك هو اختلس هذه الزيارة خلسة كالمجرمين كالسراقين وليس أكثر. ولكن أعتقد أن هذا ربما سيفتح شهية الاحتلال الذي يخطط أساسا لاقتحام الأقصى بشكل كامل، ولكن أعتقد أن الذي سيضع حدا لهذا الذي يمارسه الإرهاب الصهيوني بقيادة نتنياهو بن جفير هو المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل الفلسطينيين أينما وجدوا. أعتقد أن ما تعرضت له هذا الاقتحام حتى من قبل الصهاينة أنفسهم، والذي ربما ما أدى إلى حالة من الانقسام داخل المجتمع الصهيوني من مع ومن ضد، وكانت الأصوات عالية ضد هذا الاقتحام وتجريم لأنهم لا يريدون أن
أن ينجروا إلى معركة مع المقاومة الفلسطينية. طيب. وهذا الذي حدث من بن جبير يؤدي إلى مزيد من التصعيد وقد يقرب المواجهة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني. طيب والإدارة الأمريكية الأستاذ مصطفى الصواف كانت قد طالبت الاحتلال بعدم الإقبال على مثل هكذا خطوات من شأنها أن تحدث تغييرا في المقدسات، لكن على ما يبدو أن حكومة الاحتلال لم تبالي لهذه المطالب. برأيك هل سيكون هناك رد فعل أمريكي؟ يا سيدتي، أعتقد أن موقف الإدارة الأمريكية من الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية واضحة. انحيازه الكامل للكيان الصهيوني وسياسته باتت أكثر وضوحا. أنا لا أعتقد أن يكون هناك موقفا أمريكيا ضد هذه السياسة، وإنما هو مجرد تصريحات إعلامية لا قيمة لها، والإدارة الأمريكية تدعم هذا الكيان بكل ما يسعى إلى تحقيقه، ولكن هي تحاول أن تتساوق مع التنديدات المختلفة حتى لا تبدو أمام الآخرين بأنها مع ما يمارسه الاحتلال من عمليات اقتحام وغير ذلك وعمليات قتل للفلسطينيين. هذه سياسة أمريكية أدركها الشعب الفلسطيني ولا يؤمن بها، لأنه يدرك أن أمريكا منحازة بشكل كامل إلى الكيان الصهيوني وتتبنى سياساته بشكل كامل. طيب الأستاذ مصطفى، إذا نمر إلى الدكتور إبراهيم ونعود إلى ردود الفعل العربية والدولية. برأيك هل يمكن حصر التصعيد بالأراضي الفلسطينية بسبب ردود هذه الفعل؟ يعني لا أعتقد أن التصعيد إذا وقع سينحصر في الأراضي الفلسطينية، لأنه كل فلسطيني وكل عربي مطالب بعملية الرد، لأنه كما أسفت المسجد الأقصى والمقدسات ليست للفلسطينيين وحدهم، وإنما الفلسطينيين هم رأس الحربة ويدفعون الثمن من دمائهم وأبنائهم وأموالهم وحياتهم اليومية، وبالتالي هم يحتاجوا إلى مساندة عربية وإسلامية من كافة أصقاع الأرض وأينما تواجد المسلم والعربي والإنساني الذي يساند هذه القضية العادلة. في اعتقادي أن ردود الفعل العربية لا تزال باهتة، لم ترتقي إلى مستوى الحدث. شرارة الانفجار حاضرة وقائمة ويمكن أن تقع في أي لحظة، وليس ربما دقيقا ما يقال بأن الحكومة الإسرائيلية تخشى من عملية انفجار للوضع، لأنه إدارة نتنياهو وحكومة نتنياهو لا تراهن على الشعوب العربية في هذه اللحظة، وتعتقد أن ما قامت به من عمليات تطبيع ووجود أنظمة حاكمة يكبح جماح تلك الشعوب، وبالتالي يمنعها من أي انخراط في مواجهة مع الشعب الفلسطيني. لذلك هي تراهن جديا على هذا الوضع، وأعتقد أن عمليات الاقتحام لن تتوقف، وربما بالفعل نكون على أبواب مواجهة كبيرة ومفتوحة مع المحتل إذا ما أقدم هذا المجرم مرة أخرى، وأعتقد أنه سيكررها مرة ومرة، مما سيؤدي إلى عملية الانفجار الكبير. طيب الدكتور علي الأعور في عجالة، من فضلك ما السيناريو المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة بعد حادثة اقتحام المسجد الأقصى؟ نعم، بالتأكيد بعد ربما الإدانات التي تعرضت لها حكومة نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي، وأنا ربما لا أتفق مع ضيفك الكريم بأن هناك إدانات من قبل الدول التطبيع، الدول التي طبعت مع إسرائيل ووقعت اتفاق إبراهام. الإمارات أصدرت بيان أدانت واستنكرت اقتحام بن جبير، أيضا إدارة الخارجية البريطانية والفرنسية، الاتحاد الأوروبي أيضا رفض اقتحام بن جبير وقال أن هذه خطوة تقود إلى التصعيد. أيضا الخارجية الأمريكية، يجب أن لا نقلل من الدبلوماسية الأمريكية وبيان الخارجية الأمريكية التي أدانت وقالت يمنع على إسرائيل تغيير وضع القائم، ممنوع على إسرائيل تغيير وضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي أنا باعتقادي أن المرحلة ستعود إلى الهدوء، وأيضا الموقف الكبير المشرف للمملكة الأردنية الهاشمية أيضا ودورها في هذا، وبالتالي المنطقة الآن سوف تعود إلى التهدئة على الأقل في داخل المسجد الأقصى المبارك، وبن جبير لن يعود إلى المسجد الأقصى ولن يقتحم المسجد الأقصى المبارك على الأقل في الأشهر القادمة، لأن نتنياهو تلقى إدانات كبيرة وخاصة من الجمهور الإسرائيلي من اليسار الإسرائيلي، وخطوة بن جبير أيضا أدت إلى انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. طيب الدكتور
طيب الدكتور علي الأعور، كل الشكر لك، الخبير في شؤون الاحتلال الصهيوني، وكل الشكر لك دكتور إبراهيم محمود حبيب، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والإقليمية من غزة، وكل الشكر للكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، والشكر أيضا للأستاذ محمد محسن وتدى الصحفي المختص بالشأن الصهيوني. مشاهدينا، نبض العالم متواصل بعد هذا الفاصل. وقع المكون العسكري ومجموعتا المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير اتفاقا بهدف توقيع إعلان سياسي جديد يتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري، ويقضي الاتفاق بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة بما فيها الاتفاق السياسي الإطاري. حول الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من الخرطوم اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجدوب، خبير استراتيجي والصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز، وينضم إلينا الدكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم ضيوفي الأكارم. إذا مشاهدينا، وقع المكون العسكري كما سبق وذكرنا، ومجموعتان المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير اتفاقا بهدف توقيع إعلان سياسي جديد بتجاوز أو ليتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري ويقضي بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة بما فيها الاتفاق السياسي الإطاري. قبل مناقشة الموضوع مشاهدينا، فاصل ثم نعود. مبارك دفة من مخيم سمارة للاجئين الصحراويين، قناة الجزائر الدولية. للجزائر ولكل الجماهير الجزائرية، كريم بالعربي، قناة الجزائر الدولية، دوالا. ألفين كاتبيوز اون ديريك دو دوالا، ستاديوم جابوة. هير فروم ذا ألجيريان سنتر، هير إن ألجيريا. Et pour aller aussi vers les résultats définitifs de manière globale, et ça on le saura demain. نصل إلى قمة الأيس كريم على ارتفاع 2780 مترا. This was Maryam Ziyan for Al24 News. عودة مشاهدينا لاستكمال نقاشنا، ونرحب بالدكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الخرطوم. أهلا بك الدكتور راشد. مرحبا عليكم. السلام. هل بات الطريق معبدا امام اتفاق شامل في السودان بعد اعلان قوى الحريه والتغيير الوصول الى تفاهمات مع قيادات كانت رافضه التوقيع على الاتفاق الاطاري؟ نعم، يعني في اطار الجهود
خلال الفترة الماضية لقاءات يعني من قبل قوى إعلان الحرية والتمسح حمل القوى السياسية التي رفضت التوقيع على الاتفاق الإيطالي ومحاولات كانت يعني جاهدة. هذا يؤثر يعني عن تغيير بعض وجهات النظر المتعلقة يعني بالقوى السياسية التي تحفظت أو رفضت التوقيع على الاتفاق الإيطالي. أنه يعني هذا السياسية في السودان وخلال هذه الفترة تعرضت مكونات إلى محاولات عديدة يعني عبر الضغوط على كافة الأطراف من المجتمع الدولي من المنظمات الدولية ومن الحكومة لأجل إنهاء الأزمة السياسية في السودان تم يعني لتعطر تعارض بعض المصالح التي يعني قائمة ما بين المصالح تشكل أزمة كبيرة في الواقع الظرفي في السودان تستحمل عبر الضغوط الخصوصية. نعم الدكتور راشد، بحديثك عن المغاردة لجان المقاومة التي تقود حركا في الشارع منذ أكثر من عام ومجموعة نداء السودان التي تضم أطيافا عديدة كانت قد عارضت الاتفاق الإيطالي، برأيك كيف ستمر المرحلة الانتقالية في السودان؟ عملية إدارة ملف السودان من الخارج فرض المصالح الخارجية على المجموعة. طيب، على ما يبدو هناك خلل في الصوت مع الدكتور راشد محمد علي الشيخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الخرطوم. مشاهدينا، إذا كما سبق وذكرنا أنه بعد مرور نحو شهر من التقارب العمليات بين العسكر والمدنيين في السودان أعلنت قوى الحرية والتغيير الثلاثاء الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة التوقيع على الاتفاق الإيطالي بين المكون العسكري والقوى المدنية، مشيرة إلى أن هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد. مشاهدينا الأكارم، نعود من جديد للدكتور راشد محمد علي الشيخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الخرطوم. إذا أطرح عليك نفس السؤال بخصوص تعارض أو لجان المقاومة التي تقود حركا في الشارع منذ أكثر من عام ومجموعة نداء السودان اللتان تعارضان الاتفاق الإيطالي، برأيك كيف ستمر المرحلة الانتقالية بالسودان؟ يمكن أن تمر المرحلة الانتقالية في السودان دون أن تصل الأطراف التي يعني صنعت حالة التأمير في السودان إلا عملية تراضي وطني وتسوية سياسية شاملة لا تستثني أحدا سواء المؤتمر الوطني اللي هو النظام الذي قامت عليه الثورة. في كل ذلك تظهر أن هناك إشكالات متعلقة بمستوى التعامل مع مفهوم الأزمة السياسية الشائك والمعقد بعد حالة التأمير، لأنه ضربت الانشقاقات مدير قوى القوى الحيوية وبالتالي أصبحت المسافات متباعدة فيما بينها. لكن يعني تدخل خارج الآلية الثلاثية ثم عقبتها الآلية الرفاهية. طيب، تعامل مع مفهوم الأزمة السياسية وهو ما شكل الإطار العام لعملية التسوية السياسية. يتفق مع كل ذلك أنه يعني محاولة تهدئة مصالح الآخرين على مستوى المصالح. طيب الدكتور راشد ابقى معنا، ينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز. أهلا بك الأستاذ محمد عبد العزيز. مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين والمتابعين. طيب، إذا بعد إعلان قوى الحرية والتغيير الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة للتوقيع مع الاتفاق الإيطالي، برأيك ما فرص صمود هذا الاتفاق؟
طيب يمكن الإشارة إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز القاعدة العريضة لعملية الانتقال الديمقراطي، وهو يمكن أن يمثل إسناد أو تعظيم للفرص التي تحقق نجاح الانتقال خلال الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالة من الانقسام في المشهد السياسي. هذا الانقسام على عدة مستويات، المستوى الأول هو بين المدنيين والمدنيين، المستوى الثاني بين العسكريين والعسكريين، المستوى الثالث بين المدنيين والعسكريين. هذه التعقيدات بالتأكيد تلغي بإضلالة على مكمل العملية السياسية خلال الفترة الماضية. طيب الأستاذ محمد عبد العزيز أنباء تحدثت عن أن الإعلان السياسي الجديد يرمي إلى استيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ طيب هذه التحفظات يمكن النظر لها بشكل أساسي لأنها كانت تحفظات ذات طابع تكتيكي في المقام الأول، الاحتمالات تتعلق بأن هذه القوى بشكل أساسي كانت مناصرة وظهيرة لانقلاب 25 أكتوبر. انقلاب 25 أكتوبر الآن هناك اتجاه لغافه واستعادة السلطة المدنية، ونجد أن العسكريين أنفسهم الذين غادوا الانقلاب انخرطوا في عملية سياسية ووقعوا على اتفاق إطاري، فما بال القوى التي كانت نظيرة لهم؟ حاليا نحن في مرحلة أن هذه القوى بدأت تلي مواقفها وتتجه لدعم هذا الاتفاق بعد المواقف المتشددة التي أظهرتها خلال الفترة الماضية. طيب الرباعية الدولية والآلية الثلاثية الأستاذ محمد عبد العزيز تدفع نحو المرحلة الثانية من العملية السياسية بتحويل الاتفاق المبدئي إلى اتفاق شامل، برأيك هل يبدو الطريق سالكا لذلك؟ قطعا أن الطريق ليس سالكا للتوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخمسة التي يجري التشاور حولها، خاصة أن هذه القضايا ليست معنية أو ليست محصورة على القوى المدنية والقوى العسكرية، بل هناك أطراف أخرى هي خارج العملية السياسية، بل أن بعضها أعلن رفضه لهذه العملية السياسية. على سبيل المثال مسألة العدالة والمساواة والتي تعتبر لجان المقاومة وأسر الشهداء والمصابين هي أطراف أصيلة في هذه العملية، إذا تم التوصل إلى تفاهمات في هذه القضية بمعزل عن لجان المقاومة أو بمعزل عن أسر الشهداء والمصابين أعتقد أن هذه النتائج لا يمكن التعويل عليها. ذات الأمر ينطبق على بقية القضايا، على سبيل المثال مسألة تغييم وتقويم مسار اتفاق السلام، إذا لم يتضمن الأطراف الرئيسية التي انخرطت أو وقعت هذا الاتفاق وتم التوصل معها إلى تفاهمات في عملية التغييم، وما حدث مؤخرا يمكن يمثل رصيد إضافي بإضافة مجموعات سياسية وعسكرية كانت جزء من هذا الاتفاق، فقطعا لا يمكن المضي إلى نتائج أبعد. من المهم جدا أن تكون هناك مشاركة واسعة من أطراف حقيقية وأطراف فاعلة وتوفر ضمانات لإحداث اختراقات وتفاهمات في هذه القضايا الخمسة المعقدة. طيب والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن السودان يستقبل عام 2023 بعدة سيناريوهات، الأستاذ محمد برأيك ما هو السيناريو الأقرب؟ طيب أعتقد أن السيناريو الأقرب يمكن أن نقول أنه أنا أتبنى سيناريو يبدو ذو طابع إيجابي أو طابع متفائل، الاحتمالات تتعلق بأن الأزمة بلغت ذروتها في العام 2022 وأنه الأمور وصلت إلى مرحلة من التكلس والجمود، بات من الصعب أنه تتراجع، وهو ما أدى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق اللي هو بمثابة توازن ضعف بين الأطراف العملية السياسية في السودان، بحيث أن القادة العسكريين وأنصارهم لم يستطيعوا المضي في الانقلاب إلى نهاياته وإحكام سيطرتهم على مغاليد الأمور. النقطة الثانية أو في المقابل لم تستطيع القوى المدنية التي ترفض الانقلاب إسقاطه بالضربة الغادية، فلذلك وصلوا إلى مرحلة توازن ضعف تحتم عليهم الجلوس والتوصل إلى تفاهمات وتسوية هي أفضت إلى الاتفاق الحالي. أعتقد أن الأوضاع الاقتصادية في بلغت مرحلة كبيرة من التدهور، الأوضاع الأمنية كذلك، استمرار الحالة بتاعة التكلس السياسي والركود السياسي يمكن أن تؤدي إلى سيناريو لا دولة التي بدأ يشهد فعليا، وما يعني أن يمكن السودان ينسحب إلى سيناريوهات التمزق والتشرذم ومرحلة فقدان الدولة المركزية سيطرتها بشكل كامل. لذلك أعتقد أنه من الأطراف من المهم جدا أن تدرك الأطراف خطورة ما وصلت إليه الأوضاع، وأنه أي محاولة لتطور الأوضاع أكثر مما هي عليه
ستعود إلى ما لا يحمد عقباه إلى نقطة لا يضرب التراجع عنها لاحقا. طيب الأستاذ محمد عبد العزيز ابقى معنا، نمر إلى الدكتور راشد محمد علي الشيخ. في أي خانة تصنف تهديدات رئيس المجلس الأعلى لنظرات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك بإعلان الحرب في شرقي السودان، خصوصا وأنها تسبق ورش العمل التي تحضر قوى الحرية والتغيير مع الآلية الأممية الأفريقية لعقدها بدءا من الأسبوع المقبل؟ يعني تصنف في خانة الاستخدامات التكتيكية لمفهوم ممارسة والضغوط في العملية السياسية. الآن التكتيكية الاستراتيجية المقبلة ربما تتجاوز يعني مجموعة من الكيانات السياسية التي يعني تبحث لها عن موقف قدم أثناء الفترة الانتقالية. ومن المعلوم بالضرورة أن اتفاق التكتيكية يجري باتجاه التعامل مع الحكومة القادمة عبر مستوى المفهوم المتعلق بالممارسة الإدارية في مؤسسات الدولة، وليس مفهوم إدارة الصراع السياسي عبر مؤسسات الدولة. يترافق مع كل ذلك أنه أصبحت الحظوظ ضئيلة جدا أمام التجمعات الإقليمية والتكتلات أيضا الإثنية والإرثية في مواجهة انهيار الدولة المركزية، وهو ما يهدد مصالح آخرين موجودين في البيئة الحيوية للسودان. يترافق أيضا مع كل ذلك أنه مستوى شد السودان من أطرافه يعني بلغت ذروته خلال الفترة الماضية، سواء كان باتجاه الشمال أو باتجاه الغرب أو باتجاه الشرق، مما يشير إلى أنه هذه المسألة مع يعني تحطم المسار السياسي للدولة لا يمكن أن تجني ثمارها الأقاليم، لأن بطبيعة الصراع القائم الآن هو صراع قائم على مفهوم المصالح المتركزة للدولة في قياب الحكومة الفعلية والحكومة الافتراضية التي طيب دكتور أن تدير حجم المصالح المشتركة ما بين الخارج والداخل. طيب كل الشكر لك الدكتور راشد محمد علي الشيخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، وكل الشكر للمحلل السياسي والصحفي محمد عبد العزيز. وإلى هنا يأتي ختام عدد اليوم من برنامج نبض العالم، نلتقي غدا إلى اللقاء.